السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. احنا النهاردة جايين في جولة جديدة من قلعة المحلة للمفروشات في المحلة الكبرى. النهاردة عندنا عرض حلو قوي هيعجب كل عروسة، بس قبل ما نبدأ العرض بتاعنا عايز اقول لكم ان انا خدت لكم عرض على ملايات المجد للأوضة الكبيرة والأوضة الصغيرة. عرض تحفة، انا ما مشيتش غير وانا واخدة منه لان هو عجبني قوي. ملايات خامتها محترمة جدا وجامدة جدا، عايز اقول لكم في الفرش ومقاسها على السرير حلو قوي. عايزين نقول بقى ان احنا العرض بتاعنا النهاردة ما شاء الله يفرش الا اوضتين كويس جدا، يفرشهم مستريح. الملايات كلها خامتها قطن، مقاساتها كويسه جدا، كمان المقاسات والخامات والموديلات والالوان في ايديك ان انت تجيبي كل حاجه نفسك فيها من نفس المكان. المكان ما شاء الله يعني في كل حاجه تخص العروسه. بالنسبه للمفروشات مش هتحتاجي تكملي حاجتك من اي مكان تاني. العرض النهارده كامل لكل عروسه، هتحطي مش هتحسي ان انت محتاجه اي حاجه عليه تاني، سواء بقى في القسم بتاع الفوط. احنا شايفين ما شاء الله تشكيل الفوط قد ايه، وتشكيل الملايات بتاعه الاوضه الكبيره والاوضه الصغيره والمفرش السوفت والمفرش الشتوي والبطاطين واللحافه. كمان عايزه اقول لكم ان في تشكيل من الدفايات، طبعا في تشكيل كبير جدا من الملايات واللحافه والبطاطين والدفايات، تقدري تغيري اشكالهم من العرض. وما شاء الله في بنات كتير جدا بيردوا عليكي وينسقوا معاكي العرض وتاخدي كل اللي نفسك فيه وانت قاعده في مكانك. زي ما احنا عارفين ان هو عنده شحن للقرى الكبرى والمحافظات وشحن دولي كمان، يعني تقدري وانت قاعده مكانك تشحني كل اللي نفسك فيه. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. دلوقتي احنا واقفين في شارع البحر، والحته اللي انا قربت لكم عليها دي محطه القطر يا جماعه، قريبه جدا من المكان. احنا عناصر الشارع هنا مطعم البغل، ده شارع الحنفي او المسجد الحنفي او شارع الصاغه، يعني هو معروف جدا هناك. بتخلي المطعم على ايدك الشمال وبتدخلي في الشارع ده على طول. عايز اقول لك ان من وانت ماشيه دلوقتي انا شايفه اليافطه بتاعت قلعه المحله هناك، مش محتاجه ان انت تمشي مع اي حد او تسالي اي حد. من وانت واقفه في مكانك تقدري تتواصلي معاهم على الارقام اللي موجوده على الشاشه، هم هيبعتوا لك حد ياخدك ويوديك المكان. انت داخله المكان هناك اعرفي ان انت داخله على تشكيل كبير جدا، اسعار مميزه جدا، ما تخليش حد يوديك عند حد تاني، لان احنا العروض دي بنتعب قوي على ما نجيبها علشان نجيب عروض لكل ست بيت عايزه تجهز بنتها او حتى عايزه تجهز بيتها. طيب النهارده هتلاقي الممر هو اللي على ايدك اليمين ده اللي عنده اللبس، انت بتدخلي من جنبه على طول، ودي اليافطه بتاعت قلعه المحله، حطيناها علشان تبقي عارفه انت داخله فين. وفي وشه على طول ناحيه الشمال مجوهرات محمد سالم، هتدي ظهرك لمحمد سالم وتدخلي في الممر اللي قدامك ده لقلعه المحله. زي ما انت شايفه كده انت بتدخلي بتلاقي فيه شغل شحن موجود، في شغل دفايات موجود، شغل مطبوع. أيوه. لا واخده بالك، هو مش جايب لك طقم مرتين وثلاثه، ده جايب لك يعني على طول، جايب كله ما شاء الله. لما اكون هنفتح قول لي اختار يا شيماء، نسيت خلاص خلاص. لا لا حرام حرام حرام، لا خلاص لا حرام عشان البنات. لما تيجي تفتح تاني بس عرفني. بصوا وخامتها ناعمه وحلوه، اه خطيره. وكورنيش يا جماعه عليه الصلاه والسلام، كورنيش اهو برضو. طيب المال الحلال اهو، شقايه وتعب اهو، مش المال الحلال بس. عايز اقول لكم دي ملايه زي اللي موجوده في العلبه بالظبط، ما تقلش جوده عنها والله. اه جميله 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 وباينه. اما انا مسكتها بصوا الشغل اللي في القطع من الجنبين، الجنبين يعني تفرشيها على السرير، ومن هنا في كورنيش يعني يعني فاهمه قصدي، تحطيها كده على السرير. دي مش ملايه، دي مفرش، خطيره ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. دي كده طبعا الالوان موجوده، بس انا زي ما انا فتحت كده بختار من اي لون من على الوش. تمام، ممكن ابص بس على الاشكال. طيب بصوا يا جماعه بقى في ما شاء الله من الجنب كده، الله حلوه اشكالها قوي. بص يا باشا طبعا في الوان كتير، كل دي وكل باكت على حسب اشكالها برضو. طبعا تمام حلو. تمام ده بالنسبه للاوضه الكبيره. ايه بقى بالنسبه للاوضه الكبيره؟ ايه بقى سعره بقى؟ السعر طيب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بس الاول مي، يلا يا استاذ صبري، السعر دلوقتي مي واستاذه شيماء، يعني احنا الاثنين احنا فتحنا واحد. هتفتح تاني؟ لا كفايه. طيب بص فرحت ازاي هتفتح تاني؟ لا هو يطلع ون النين يعرف ان هو على طول. ده واحد النين. تمام ثلاثة تمام أربعة الله. لا بجد حط ده حط ده حط ده.
تقولي هاخده وانا ماشيه. بس هقول لحضرتك دلوقتي خمسه. تمام كده خمسه. كده كام؟ خمسه. الخمسه ب 1100 جنيه. شفت الجمال؟ الجمال ده موجود عند حد تاني يا استاذ صبري. قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ب 1100 جنيه. تمام. عندنا مهرجان العروض ده كده مهرجان ال 1000. تمام. ان دلوقتي في ظل الاسعار اللي احنا بنسمعها والدنيا دي الواحد ما بيعرفش يجيب حاجه ب 1000، فاحنا لا ده احنا نقدر نجيب خمس قطع ملايات ب 1100. ده كده الايه؟ الاطفال. ده برضو الاطفال. شغل اللي هو ليه كرانيش اطفال معاكي اشكال بقى زي ما انت شايفه. طيب عايزه تفردي لون؟ اه يا لسه اختاري يا استاذه شايفاه. اختار؟ اه. ماشي فرجني. اختاري لون. بفرح قوي بالحاجات دي. اختاري لون. والله هو الاصفر فاقع بس انا بصوا انا هبهركم. طيب طالما اخترت الاصفر يبقى نفتح الموف. انا قلت نكسر القاعده عشان ما تفهمنيش غلط يا استاذ. لا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. اللون ده تحفه في الاطفال. ايوه طب والله عجبني والله. عشان كده قلت لك وقلت نكسر القاعده يعني برضو نفتح لون مش متعودين عليه. عايز اقول لكم انت لما بتحطي لون مبهج في اوضه الاطفال بيبقى بيديها روح مختلفه. اه لا يا استاذ صبري بس انت بيعجبك اختياراتي. لا طبعا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. الله يخليك تسلم. بص يا باشا اختار منت يعجبه اختار اصفر يعجبه خلاص. لا وكمان درجات لا درجات الاطفال في الدرجات دي لازم يبقى فيها الحاجات دي صح. طبعا حلو قوي. بص يا باشا بص الجميل شايفه الحلاوه ما شاء الله. تدريج اللون الاصفر اصلا يعني اصفر ومش ماشي كده. بصوا الدرجتين اهم جنب بعض زائد ان هي ليها برضو كورنيش اهو عليه الصلاه والسلام. عايز اقول لك على حاجه. حاجه محترمه جدا. المقاس ده يفرش وش السرير الكبير ما شاء الله خطيره يا استاذ صبري. يعني المقاس ده يفرش وش السرير الكبير. بسم الله ما شاء الله. تمام. صلت بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ده كده الايه؟ الاطفال. يلا نعد. يلا شفت الالوان وشفت الاشكال وحاجه تحفه. على طول كده. يلا نعد. يلا. ده كده واحد. ماشي دي واحد اتنين اتنين تمام تلاتة تلاتة أربعة. خدوا بالكوا كل طقم من دول ست قطع أربعة كده أربعة. أه عديتي معايا؟ أنا معاك والله. الأربعة بألف. الأربعة بألف وهو كل طقم فيه اتنين يعني معاكي تمن أطقم. حلو جدا أستاذ صبري أنت جاي تبهرنا النهاردة. تلاتة أربعة وكله كرانيش وشغل قطن ومقاس زي ما شفتي كده حاجة عظمة. الله يبارك لك يا أستاذ صبري. قلبي احنا جايين بقى النهاردة قلعة المحلة ناخد أحلى عروض من أستاذ صبري. السلام عليكم أستاذ صبري. بتعمل إيه هنا يا أستاذ صبري؟ طيب. وأنت طيب وبخير عامل إيه؟ وحشتونا والله. وأنت أكتر وعروضك وحشتنا والراسه القمر دي والعروض القمر دي وحشتنا. منورانا في قلعه المحله المفروشات. تسلم يا استاذ صبري. والمتابعين بتوعك وحشونا. والنهارده بعد ما نصلي على النبي كده الصلاه والسلام قلعه المحله المفروشات عامله زي ما بيقولوا كده بالبلدي مهرجان. النهارده هنصلي على رسول الله وهنصلي لكم جهاز عروسه كامل وعاملين لكم شويه عروض جميله. تمام. اللي بيتفرج على الفيديو زي ما احنا متعودين يتفرج عليه ويكمله للاخر عشان كل الفيديو ممتع وتقدري تستفادي بيه وتقدري كمان تشيريه عشان تستفادي وتخلي غيرك يستفاد. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عارفين ان عروضك كلها بتبقى مفيده واحلى حاجه انك بتفنط لنا العرض حته حته والحته دي عاجبه الناس قوي الحمد لله. كل واحده بيبقى معاها جزء من الفلوس مش كل الفلوس بتقدر تاخد الجزء اللي هي تقدر تاخده في العرض. طبعا هي ديت الفكره طبعا من الحاجه اللي احنا بنعملها طبعا عشان طبعا ما حدش يتحرم من العرض. يعني انت مثلا لو معاك الغط 1500 تقدري تستفادي من العرض بتاعنا النهارده. حلو قوي. مش شرط تاخدي جهاز العروسه كامل. بالظبط كده. هو عامه الناس بقى اللي بتتابعنا لاول مره على قناه مدام شيماء قناه المحله للمفروشات المحله الكبرى شارع الحنفي او شارع الساغه مقابل مسوغات محمد سالم. صليتي بينا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. في شحن داخل مصر وفي شحن خارج جمهوريه مصر العربيه. الحمد لله. جهاز العروسه بتاعنا النهارده اول مفاجاه فيه شحنه مجاني. حلوة قوي. احنا اسعار الشحن كلها اختلفت طبعا انت عارف. اكيد احنا عارفين مفيش حاجه في مكانها دلوقتي. تمام تمام. اول حاجه في عرض النهارده ان الجهاز كامل شحنه مجاني. الجهاز كله احنا هنشرحه حته حته بس اللي يتفرج على الفيديو بتاعنا يكمله للاخر. بالظبط كده لان احنا عليه الصلاه والسلام احنا بنديكي تفاصيل العرض كلها وبنقول لك كل جزء في العرض لوحده يعمل كام للناس اللي بيحبوا اسعار الشغل فرداني فده حاجه قريبه شويه للفرداني وبنعمل فيديو تاني بنصور فيه كل الشغل ده بالاسعار وكل حاجه واكتر تشكيلها كامل بقى. الارقام على الشاشه للتواصل مع قلعه المحله للمفروشات. استاذ صبري احنا دلوقتي هنبدا بايه؟ الاول العرض ده انا كعروسه مش هقدر ان انا احط حاجه تاني خلاص عليه انا هاخده وهفرشه. صح كده عليه الصلاه والسلام. حضرتك هتاخدي العرض ده
مش هتحتاجي فتله ثانيه عليه. بس ده اللي انا عايزه الناس من بدايه الفيديو يبقوا عارفينه. العرض شامل طقم السرير الكبير، طقم السراير الكبيره، طقم سراير الاطفال، تمام، بطاطين كبيره، بطاطين اطفال، لحاف كبير، لحاف اطفال، مفرش قطيفه كبير، مفرش قطيفه اطفال، الفوط طبعا كبيره واطفال، وتواليت ومطبخ، برنس، بشكير، تمام، الدفايات ما بننساش حاجه. حلو قوي. كوفرتات ما بننساش حاجه. حلو قوي. على النبي عليه الصلاه والسلام. نخش في الموضوع. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اول حاجه معايا النهارده معايا طقم السرير الكبير. تمام. معانا اطقم سرير كبيره ما شاء الله. انا شايفه تشكيله عظمه عليه الصلاه والسلام. اول حاجه في النطقم بتاع طقم السرير الكبير طقم السرير بالكوفرتا. بصوا الجمال، شايفين الشياكه والجمال، بجد تحفه. بصوا تفاصيل الملايه عامله ازاي، شغل بنفس الفتله بتاعت القماشه، بجد تحفه قوي. والماتشنج اللي ما بين الكوفرتا والملايه عظمه. طيب بصوا على البوستر بقى الطقم مع بعضه عامل ازاي، حاجه شياكه قوي. ده الفرعونيه يا استاذ صبري. ان شاء الله ده طقم السرير بالكوفرتا بتاعه. تمام. تمام. بصوا الجمال ما شاء الله خطير. ده اول حاجه في العرض بتاع الطومه النهارده. تمام. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. نركن ده كده على جنب، خليكي فاكره من دلوقتي ان احنا معانا هنا كوفرتا في العرض. ماشي. طقم السرير بالكوفرتا. تمام. انا باكد حته الكوفرتا لان احنا اكيد معانا كوفرتا ثانيه. طيب بصوا بقى طقم الجوهره اللي انا بحبه، القمر اللي بصوا موته مش بتروح، حاجه كده قمر وشياكه. وعايزه اكد ان كل الورد اللي على الملايه ده، بصوا كده، ده كده كله تطريز ما شاء الله. تمام. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى كده احنا معانا الجوهره ومعانا الفرعونيه. تمام. ثالث حاجه معانا، معانا طقم سرير العمريه، خامه العمريه، ومعاكي شهاده ضمان. معاكي شهاده ضمان. شايفه الطقم عامل ازاي وهو مفروش، والوان بقى براحتك عدي. شوفي بتعدي لغايه كام ما شاء الله، يعني كل الوانه عظمه. كل الخامات دي قطني يا استاذ صبري مش كده؟ طبعا شغل العمريه. تمام. طبعا الناس كلها عارفه العمريه. اربع قطع صح؟ اربع قطع، وفي حاجات خمس قطع. في حاجات خمس قطع. تمام. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. شغل بارك واي. يا سلام على الجمال والجبير والشياكه. الجبير ده عمره ما موته بتروح. طبعا خامات العمريه اهو موجود معانا، والطقم معايا شهاده ضمان. احنا متفقين شهاده الضمان دي يا استاذ صبري بتبقى عشان ما يوبرش وما يبهتش، وعشان المقاس. ما في ناس ثانيه وما تكشش كمان. طبعا في ناس بتيجي تركب المخده بتلاقي المخده ده يقعدوا يشدوا فيها. طبعا ما فيش الكلام ده عندنا. ما هي هتشد فيها عشان هي لسه متنجده جديد عليه الصلاه والسلام. مع المقاسات دي اقصد ان المقاسات دي مقاسات كبيره، يعني لو سريرك في النص السرير بيفرش من الجنبين، لان معظم السراير دلوقتي في النص. اقصد ان الملايه كبيره مش الملايه صغيره. ده اسمه بارك واي. بارك واي. تمام. شغل العمريه. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. حاجه بقى جديده النهارده، حلو اللون ده، جديد. بصوا لون مختلف. بصوا هي مفروشه طابلوه. بمناسبه كلمه اللون جديد، الالوان ده من اختيارنا احنا، الالوان اللي احنا مطلعينها دي من اختيارنا احنا. تمام. محدش يصمم لي على نفس الالوان عشان صعب ان انا اوفق الالوان. لا هتلاقوا الوان كتير يا جماعه. بصوا يعني الراسه موجوده، بتبقى موجوده، يعني ده الفرعونيه موجود بالوانه. هنا الطقم اللي جنبي ده مثلا اهو شايفين ده، كل دي كده الوانه. فانت تعالي واختاري اللي يروق ليكي ما شاء الله. يعني احنا في المحله يعني اساس المفروشات، واستاذ صبري ما شاء الله مش مخلي المكان يعني محتاج اي حاجه، المكان عظمه. طب ايه الجمال ده؟ بص ده عامل زي المفرش. نصلي بينا على النبي. شايفين الجمال عليه الصلاه والسلام؟ جمال مفيش بعده جمال وضمان. خمس قطع خدي بالك. شايفين؟ خمس قطع. ومترين و60 في مترين و40. تمام. ما شاء الله. نصلي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. كل الشغل ده قطن يا جماعه. العرض ده شحنه مجاني، وانت بتتفرجي عليا كده خليكي عارفه وضع ده هو حلو الاستاذ صبري. شحنه مجاني عشان كامل. الناس بتاخد ايوه هما واللي انت قلت الشحن مجاني. لا العرض اللي هياخد العرض كامل على بعضه شحنه مجانا. صليتي بينا على النبي وضع ده هو حلو الاستاذ صبري عليه الصلاه والسلام. طبعا والمي وليا والنبي. بص الجمال ده طبعا ده الكرانيش، والكرانيش بتاعته قماش. مش قادره اقول لكم على الوانه، الطقم ده بالوانه خطير. لو تقدري تجيبي اكتر من طقم لا بلاش، الاستاذ صبري ما بيحبش كده. لا هقول لك على حاجه، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. كل موديل من اللي انا بطلعه فيه من 12 ل 13 لون. تمام. بس زي ما انت شايفه حضرتك، بص الرصه كده اللي احنا رصيناها ما شاء الله، لا في طقم نفس الطقم ولا في رسمه نفس الرسمه ولا لون نفس جداً. اللون. حضرتك بتاخدي حاجه يعني مش محتاجه. واحنا دايما بناكد الحاجه اللي تعجبك ما تركزيش عليها قوي، هاتي اذواق ثانيه. انا مثلا كنت هقع في الموضوع ده دلوقتي، هاتي لك منه كذا واحد عادي جدا. بص تمام. احنا عايزين نعد كام طقم كبير عليه الصلاه والسلام. مش كل حاجه دلوقتي. الشغل ده تحسه يا استاذ صبري عامل زي المفرش، وقطن خامته باينه جدا ما شاء الله. وشهاده ضمان. خامته باينه جدا ما شاء الله. شهاده ضمان يا جماعه، وطقم عظمه بصراحه. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. الدلع ده. خشي بقى على حاجه مطرزه. طبعا في ناس بتحب شغل التطريز ده، وده تطريز منه فيه.
صليت حلو جينا على النبي عليه الصلاه والسلام. افتح لك بس كل حاجه يا جماعه، في منها الوان، اي طقم من دول يعجبك، عايزه منه اي لون تاني هتبقى الله تحفه تحفه تحفه، حلو قوي. صليت جينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، جميل ما شاء الله. دول بقى معانا كام طقم؟ ده واحد صليت بينا على النبي، 2 3 4 5 6 7 8 9 كده 9 مطرز. ده شغل بقى الام تي ال. انت بتشكر فيه دايما. الام تي ال وانا عندي منه على فكره حلو قوي. عايز اقول لحضرتك على حاجه، الام تي ال ده مقاسه 260 في 240. تمام. يعني المشجر ده مقاسه مقاس العلب. يعني ده معلش يا استاذ صبري 260 في 240، ده يلب يفرش يلبس يفرش سرير مقاس كام؟ يغطي سرير متر و80 يفرش معاكي. مستريح؟ طبعا. حلو. 260 والصلاه على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. 260 في 240. يعني لو خمس قطع. ما هو انا لسه هشرح اهو. يعني لو السرير بتاع حضرتك لغايه متر و80 يفرش، مش شرط متر و50، متر و40، متر و60، لا ده لغايه سرير متر و80 يفرش معاكي. تمام. الحاجه الثانيه بقى بصي الخامه تعالي كده. هي ما شاء الله يا استاذ صبري خامته باينه. لا بص حضرتك بقى. احنا عايزين نتفرج على الطقم ده فرضاني في الفيديو التاني عشان ايه الطقم ده شياكه قوي حلو قوي. ما خلاص انا خدت. مش طب ليه؟ طيب ليه كده؟ خلاص يا استاذ صبري كده انا خدت. حلو قوي. هو كشكل حلو بس انا بتكلم والله على الخامه، خامته تحفه، عشان كده بقول لك عايزه اشوف اشكاله بقى، يعني عايزه كمان هو عجبني وانا عايزه اتفرج على اشكاله. بس احنا كده هنروح في سكه السكه. معلش يختاروا عشان ما يجوش. طيب. دلوقتي مي قالت هتاخد ده عليه الصلاه والسلام، يعرفوا ان في ازواق ثانيه. اللي ده محطوط منه 2 في العرض. تمام. يعني احنا اتنين حاطين منه قطعتين. احنا حطينا القطعه ده طبعا اي حد يختار الالوان اللي هو عايزها. تمام. ده اللون الثاني بتاعه في ده كده. تمام. برده كام قطعه؟ خمسه. عشان معظم الحاجات دلوقتي كلها بقت اربعه. تمام. ايوه فعلا عليه الصلاه والسلام. دول كام طقم بقى؟ 9 و2 ام تي ال ب 11. تمام. 11 ده كده بالنسبه للاوضه الكبيره. يبقى كده اللهم صل على رسول الله معانا 11 طقم للسرير الكبير. حلو قوي. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. 11 طقم دول بقى كام؟ 5 250 في الاطقم اللي احنا شفناها، القمر تطريز ومشجر يا جماعه، والخامه الام سي ال دي خامه عظمه، وكل الشغل المطرز ده ما ننساش ان هو في طقم ملايه بكوفرتتها. حلو قوي يا استاذ صبري. والجوهره طبعا. يعني النهارده انت بتاخدي حاجه، على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا اعتبر بالظبط العرض بتاعنا النهارده عاملين عليه خصم حوالي 35%. حلو جدا. معمول عليه خصم حوالي 35%. تمام. لان في النهايه هقول لك العرض بكام وهو المفروض اساسه كام. حلو. تمام. احنا مع بعض لاخر الفيديو عليه الصلاه والسلام، ما حدش يجري حاجه يا جماعه عشان كل لحظه عرض جديد. احنا عملنا عرض الملايات دلوقتي بتاع الاوضه الكبيره، هنشوف دلوقتي عرض الاوضه الصغيره. يلا يا باشا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بصي اول حاجه في الاوضه الاطفال، لو انت عايزه تطقمي طبعا احنا عشان لسه ده شياكه، فاحنا ايه ممكن نحطه في الاوضتين صح كده؟ برافو عليك. تمام. اول ما اخترع فكره الدبل الكبير والاطفال الحمد لله قلعت المحل. الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا مش هنشرح لان احنا لسه شارحين الجوهره من شويه. اكيد. دي بقى حاجه شبابي. الملايه كلها مطرزه يا جماعه بالظبط، وذوق شبابي مش ذوق اطفال. يعني معنى ذلك ان انت هيبقى معاكي شبابي وهيبقى معاكي اطفال. تمام. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اول واحد في الاطفال. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. اول طقم اطفال. لسه معانا اطقم كتير. تاني حاجه في الاطفال العمريه. بصوا صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. الالوان من اختيارنا، يعني حضرتك لو عايزه تضيفي الوان ممكن تضيفي الوان من عندك. تمام. دي كده طقمين، هنعد كل الشغل ده دلوقتي مع بعض. ده شغل كريستال، شغل بيور. الله جميل. حاجه لقطه عليك. حلو قوي. خامات العمريه ومعاه ضمان وحاجه عظمه. سته قطع. ده سته قطع. الكرانيش بتاعته اللي تحت دي قماش من نفس خامه الملايه عشان الغسيل. تمام. صليت بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بص الجمال ده. رابع طقم معانا فيوتشر. ده مشجر. مشجر يعني ليه ماتشنج كده حلوه، عارفين ليه كرانيش برده وليه فيونكات كده وفي شغل فيه حكايه حلوه قوي. والوان يا استاذ صبري. ما لسه كنت اقول لك، خلي بال حضرتك ان في الوانه كتير. حلو. بس طبعا برده الالوان اللي احنا بنختارها من اختياراتنا احنا. تمام. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. كده ما شاء الله مطرزين هم. كده طقم اطفال اربعه مطرز، طبعا كل علبه فيها طقمين. تمام يا استاذ. ايوه المشجر بقى، انا بحب الحاجات دي لان انت بتختاري بقى ايه اشكال حلوه. خلينا متفقين ان كل الحاجات اللي عدت دي تعتبر شبابي، فيها موديلات شبابي حلوه قوي، ودول بقى رسومات اطفال تدلع الدنيا. في بناتي. انت اختاري اللي يروق ليكي، عندك اشكال كتير من اطقم الاطفال دي. استاذ صبري لو انا حابه اصلا شكل تاني من الجوهره
رسمة تانية اه مفيش خلاف، هختار في نفس فئة هتختار السعر في نفس بتاعنا. رتم السعر بتاعه. تمام. مبسط الدنيا عشان الدنيا تبقى جميلة. صليت بينا على النبي. عليه الصلاة يبقى والسلام. حضرتك معاك 4 مطرزين واتنين اللي هم السري دي، تمام، يبقى معاكي كده 6 أطفال. ده كده بالنسبة لعرض الأطفال، قلنا كده بالنسبة ست لعرض أطقم. الأطفال. تمام. نصلي على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. عرض اللقم 3350. 3350، حلو قوي. 6 اطقم اطفال يعني 12 طقم، حلو جدا يا استاذ صبري، ما شاء الله. طبعا النهارده الحاجه دي كلها مفسره ومبينه عشان كل واحد عايز اي حاجه يقدر يستفاد منها. حلو قوي. طيب على عليه الصلاه والسلام، هندخل بقى نشوف الفوار. نخش نشوف. يلا بينا نصلي على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. يلا يا باشا نصلي على النبي. بصوا بقى الجميله عليه الصلاه والسلام، شايفين اول حاجه معانا مين؟ الله، سروجي. سروجي بس الموديلات بقى بتاع 2024. بصوا عامله ازاي، حلو قوي دي، فيها ورده طايره كده مع تطريز في نفس الوقت، شايفين؟ لا والفوطه نفسها قصيره. بودره، الالوان اللي هي الهاديه، الوان البودره. جميله. صليتي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. تمام. دول كده 4 السروجي. 4 فوط في العلبه استروجي. عليه الصلاه والسلام. معانا 4 برضو من البدري. ده شغل البدري، 4 فوطه. تمام. طبعا كل علبه ليها الوانها. طبعا في ممكن في الوان ثانيه في العلبه دي نفسها. تمام. طبعا دي الحاجات اللي هي الهاديه الساده، الحاجات تمام. دي كلها قطن صافي. صليتي بينا على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. كده اتنين تاج بقى، انا بحب شغل تاج. لا افتح لنا وساد. فوطه بقى. حاضر. معلش يا مي. لا عادي يا مي، اللي هتفتح مي مش هي اللي هتطبق. انا بصبر. انا معلش يا استاذ صبري. كل الناس عرفوا ان احنا هنمشي مع بعض خلاص. وسط الجمال بقى. الله الله، انا بحب شغل تاج بصراحه، حلو شغل تاج، حلو قوي في ملايات، في فوط، في لحفه. بص اقول لحضرتك على كل شغلهم حلو. عليه الصلاه والسلام. الشغل اللي موجود هنا في العرض وموجود في سنتر قلعه المحله المفروشات، دايما بقول الكلمه دي بكل مكان لاي حد، انا بدخل المنتج هنا كانه داخل لبنت من بناتي. اكيد. فطبعا اي بنت بتيجي الجهاز من عندي كانها بنت من بناتي، ببقى مسؤوله عن حاجاتها لغايه بعد ما تستخدمها. تمام. صليتي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. نكمل ما شاء الله. فوط تاج تحفه. دول كام فوطه؟ 4 فوط في العلبه. هم كلهم تمام. اربعات، يعني انت معاكي دلوقتي 3 في 4 ب 12 فوط. حلو قوي. صليتي ده البدري تاني. الله على الالوان. بس دي حاجه بقى اللي هي الايه، البوردر اللي هي الهاديه الرقيقه. تمام. ده الفيروز بقى، ده شغل الفيروز. صليتي بينا على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. يبقى معانا بقى كام علبه؟ ده 1 2 3. صليتي بينا على النبي. 4 5. 5 علب فوطه. 5 ب 20 فوطه. ب 20 فوطه، حلو قوي. صليتي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. الفوطه اللي هي الفوط الوش الكبير. تمام. معانا البشكير. معانا بشكير واحد. ها بشكير واحد ان شاء الله. دلع دلع بقى. عليه الصلاه والسلام. بصي مطرز ورود وشمسيه، بصي يعني ايه من الاخر يعني، عندك الوان كتير جدا. ايوه. عندك الوان كتير قوي ما شاء الله. طيب عايز افيدك بقى بحاجه. يلا صلي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. دي فوطه مطبخ، بس زي ما انا متعود مع حضرتك كده اقول لك حرام تخش المطبخ. صح. طبعا ده انا همسكك حاجه انت هتتخض منها. انا عارفه الفوط دي، بشوفها عندك على طول يا استاذ صبري. امسكي بقى كده الخامه. الله، ايه ده؟ لا مش عارفاها. لا والله مش دي اللي قصدي عليها، بس دي تحفه. بص الخامة دي تحفه، والمفاجاه انها 12. دول 12. ده بكام لوحده ده؟ دول ده خطير. ال 12 المفروض ب 370 جنيه. ده خطير. بصوا الالوان بتاعته حلوه قوي. معمول عليهم عرض ب 250. 250 12 فوطه، الفوطه محترمه. لا ده فوطه قطن صافي. والله خطيره. خطيره يعني دي لو لا للمطبخ حرام، بس هي هتشرب ميه كتير. حلوه. خطير. تنشفي بيها، تنشفي بيها اطباق صيني عايزه تشيليها على طول، الحاجات الاستانلس، الفاكهه برده تنشفيها، الخضار حلوه لاولادك كده لو عندك اطفال، ايديهم وشهم بصراحه خطيره. نفس 12 فوطه عجبتني. لا ما هي خميتها بصراحه. وتاج برضه، تاج للتواليت. دول كام فوطه؟ حسهم اكتر من 6. لا هم 6 بس ما شاء الله. فوطه قطن صافي، فمديه كثافه حلوه. تحس ان هم اتنين في بعض. مديه كثافه حلوه ما شاء الله زي ما هي. هو في شغل تاج برضو حلو وطريه وجميله ما شاء الله. حلو يا استاذ صبري، بسم الله ما شاء الله. ده كده بالنسبه للفوق بتاعه الاوضه الكبيره والتواليت والمطبخ. هنشوف حاجه تاني معاهم. طبعا الاطفال. دبدوب وجبت، دبدوب وجبت، ورد وحطينا، زرع وزرعنا، هنعمل ايه تاني؟ ناقص العريس يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. تمام. كده 3 فوط مع دبدوب الزينه القمر ده. زي ما حطينا برنس حطينا بشكير. طبعا البرنس للعروسه معروفه دي. بص بقى ده ميكرو فايبر. بص حضرتك
الخامه ميكروفايبر يا استاذ طارق. ان شاء الله البرنوسين والفوطين بتاعهم، هو في منه ده وفي منه القطن الصافي بتاعه. تمام، يعني لو انت عايزه ده او عايزه لو مش عايزه الميكروفايبر في القطن ده موجود وده موجود على الصلاه والسلام. ومعاكي بشكير، ومعاكي كام علبه فوطه زي ما شفنا، 5 علب فوط، ومعاكي علبه الاطفال كمان. حلو قوي العرض بتاع الفوط ده كخامه وكمنتجات موجوده فيه وكبراندات، ربنا يبارك لاي حد. رسول الله عليه الصلاة والسلام 3600 جنيه. 3600 وخلصنا الفوط. طيب حابه تجيبي بقى الملايات الكبيره، عملنا لها عرض لوحدها، ملايات اوضه الاطفال عملنا لها عرض لوحدها. حابه تجيبي طقم الملايات الاوضه الكبيره والفوط مع بعض، هتسهلي على نفسك وتشيلي، بس خليكي فاكره انك لو خدتي كل حاجه في العرض الشحن مجانا. تمام، دي الكوفرتا اللي هي التركي. اجي بقى للنقطه اللي انا مستنياها، عندنا كوفرتا مع طقم السرير. تمام. لما قلت لي مع طقم السرير ده مش هيمام، انا باكد على الكوفرتا عشان اقول لهم ان احنا عندنا كوفرتا موجوده مع الطقم وكوفرتا هنا كبوتونيه. الخده ديت بتاع الكوفرتا بالظبط كده، احنا اخترنا رسمه معينه، لكن انت لو جيت حضرتك تبصي للرسومات شكل اهو مثلا فرافيرو معانا بقى ما شاء الله. طبعا ممكن تقدري تختاري اي رسمه من الرسومات دي. تمام، حلوه فيوتشر دي برده، كل دي في حاجات داخل فيها هاند ميد. دي قمر، بصوا رينا، رينا اهو برضو الشغل ده. بصوا يا جماعه، يعني اي كوفرتا عندنا داخله في العرض يا استاذ صبري، اي للاوضه الكبيره، للسرير الكبير. برافو عليك، للسرير الكبير باي رسمه، احنا مش هنحدد معاكي رسمه معينه. تمام، بس الرسمه اللي احنا اخترناها دي اخترناها من ذوقنا احنا. تمام تمام، صليت بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه ده، ايه الجمال ده؟ دي العالميه. حلو قوي، شايفين الجمال، شايفين الرقه والشياكه، مش هتلاقوا الشغل ده غير عند استاذ صبري. ما شاء الله، جميله جميله يا استاذ صبري. تمام، داخله معانا ده من الاختيارات باذن واحد احلى. الحمد لله. عايزين نقول يا جماعه ان ما شاء الله، يعني احنا العرض بتاعنا فيه كل حاجه، المفارش والملايات والفوط والكوفرتات واللحفه، مش هتحتاجي تزودي عليه اي حاجه ثانيه. نشرح بقى الكبيره، نشرح بقى الاطفال. يلا، الاطفال دي المجد على الوجهين، دي 6 قطع. بصوا يعني انت معاكي لون، واللون الثاني باين هنا اللي هو الكارو الاحمر ده. تمام، صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى كده انت حضرتك معاكي الكوفرتا للسرير الكبير وكوفرتا للاوضه الصغيره للسرير الاطفال. تمام تمام، شايفين يا جماعه، طبعا كوفرت سرير الاطفال بتبقى 6 قطع، وبتاعه الاوضه الكبيره بتبقى 3 قطع. تمام، دول 1650. 1650 ده عرض لوحده، ده عرض لوحده. المفروض ال 1650 كانوا ثمن الكوفرتا الكبيره، بس طبعا دي عشان احنا واخدين عاملين نسبه خصم حوالي 35% على العرض. تمام، دول ثمنهم 1650 ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. تمام، يلا يا باشا، يلا. بصوا بقى المفارش الصفر، الله، الشغل ده لسه نازل، حديث، تحفه، احدث حاجه، فريست نايت جاسمين. بص حضرتك الله الله الله، جاكار، خطير 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 استاذ صبري. الطقم ده عالمي، بصوا الشغل هنا عامل ازاي، بصي هنا على الحرف، لا طقم حكايه، وعلى الطبيعه احلى من البوستر يا استاذ صبري بجد. بص حضرتك، صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فريست نايت والحاجات دي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لاي عروسه هتاخد حاجه من الحاجات دي وتستفاد بيها. تمام، معانا بقى الاطفال اللي مكسر الدنيا، اللي ما فيش غنى عنه. بصوا الجمال، الله، ايه ده، ايه الجمال ده. تمام، بصوا يا جماعه عامل ازاي، شايفين. طيب بصوا هنا في الفرش، طبعا ده 2 مع بعض، 4 قطع، 2 بالخدزيات بتاعتهم، عشان بس احنا ما نبقاش نسينا حاجه في الايه، في جهاز العروسه. ده كده على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ده كده المفرش السوفت، الاوضه الكبيره والاوضه الصغيره. خليكم عارفين ان الكبير كم قطعه يا مي؟ 4 قطع. والصغير؟ الصغير 4. 4 برضه. ده 4 وده 4؟ تمام. احلى حاجه في الخامه بتاعته الجاكار العمليه، يعني غسيل واستخدام. طيب ده بيبقى معاه ملايه اوف؟ لا هو معهوش ملايه. معهوش ملايه اوف. يا كده كده العروسه بتاخد اوضه سراير، ممكن توافق اوفاي يبقى مع المفرش، خلاص يبقى خلاص كده المفرش مع الطقم السرير. بسم الله ما شاء الله. تمام. تمنهم بقى، تمنهم بقى كام؟ كام؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. 1500 جنيه الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض دول 1500 جنيه طقم الاوضه الصغيره وطقم الاوضه الكبيره مفرش سوفت 1500، ده ثمن طقم واحد. برافو عليك، كنت لسه هقول لك ده ثمن الطقم الكبير. والله ما انا ما جبتوش. ما جبتوش. نزل ورقه يا استاذ يا جماعه، انتوا اللي معانا الكبير هنا ومعانا الاطفال اهو ب 1500 جنيه ما شاء الله. انت اخويا استاذ صبري عليه الصلاه والسلام. كده تمام؟ تمام. الدنيا حلوه؟ دايما يا رب. يلا يا باشا نخش على اللي بعده. ده ايه بقى؟ المفرش الشتوي. بص الجميل.
بصوا الجمال والشياكه. الاوضه الكبيره اهو، الوانك براحتك. عندنا الكشمير يا استاذ صبري، وعندنا منه النبيتي برضو. عندنا الكشمير، عندنا النبيتي، عندنا الجنزاري، عندنا الكافيه، عندنا الرصاصي، عندنا الروز. تمام، ده جمزه 4 قطع للاوضه الكبيره. عندك اشكال والوان براحتك خالص. عامل ايه معانا كمان للاوضه الصغيره، ده كده برضو 6 قطع، حاجه عظمه وشياكه، والاثنين تركي يا جماعه. بص حضرتك كده تعالي، بصوا الجمال. الله الله، ده ناعم جدا. لا بصي بصي الخامه، تحفه ما شاء الله يا استاذ. صليتي احنا عارفين شغلك. جمزه ما شاء الله، يعني براند محترم جدا عليه الصلاه والسلام. طبعا هو موجود عندنا مجد، موجود عالمية، بس احنا اخترنا جمزه لان جمزه نازل المره دي بصراحه خامه وشغل. تمام، يعني نازل خامه وشغل. عندنا اشكال ثانيه نقدر نختار ما بينهم، في موديلات ثانيه، في موديلات ثانيه. تمام، حتى يا جماعه في شغل البرانس عايزه اقول لكم، بما اننا عند قسم البرنس كده، كل دي اشكال تقدري تختاري منها اللي يروق ليكي. ما شاء الله عنده تشكيل حلو قوي، منعيني ده خطير بتشكيلته كلها ممتازه. طب العرض ده بكام يا استاذ صبري؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. المفرش القطيفه الكبير، مفرش قطيفه للاطفال، 2550. 2550 مفرش شتوي، ده برضه بسعر طقم واحد، بسعر المفروض الاطفال. ما شاء الله حلو قوي. الله يبارك لك يا استاذ صبري عليه الصلاه والسلام. الله يبارك لك، هي عروسه تستفاد من العرض. يلا باشا نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الفيديو ممتع وحاجته جميله واسعاره اجمل. يلا عشان حقيقي. ايه نخش في المفيد بقى. لا ندخل ايه، استنى نقول للناس الاول مواصفاته كده. بصوا يا جماعه الحلويات اللي احنا داخلين عليها، ده بي ام، عايز اقول لكم خطير خطير. بصوا الخامه، لا ولسه لما يفتح بقى حلو قوي. 3 قطع عليه الصلاه والسلام، اللحاف وقدديتين. تمام، بصوا الجمال تحفه. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انا بحب اي حاجه فرو. بص بص للاسف يعني، بص الظهر كمان بتاعه قطيفه صليتي على النبي. بص الخامه بقى، وبص كثافه الفايبر، وبص التقفيل بتاعه. بص ده قمر، ده في منه الوان يا استاذ صبري. باشا بص تعالي كده. انا عايزه ادخل اصلا. بص بقى انت عايزه تلبسيني وخلاص. بص حضرتك في موديل تاني منه اهو. تمام، بص كده، وده موديل تاني منه. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه. بعد كده بقى في منتجات تانيه باسعار تانيه. تمام، يعني في منتجات تانيه كتير باسعار تانيه. تمام، ده زي اللي موجود معانا في العرض، وده زي اللي موجود معانا في العرض. تمام، وطبعا ده الجنزاري زي اللي موجود معانا في العرض. تمام، لكن في منتجات تانيه باسعار برضه تانيه. تمام، طيب. وبرده يا جماعه عليه الصلاه والسلام، وبرده تشكيل الاطفال هتلاقي فيه اشكال دلوقتي، لان احنا هنعرض دلوقتي لحاف الاطفال، فهتلاقي برده فيه تشكيله موجوده معانا. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ده كده بتاع الاوضه الكبيره، مع اختلاف بقى الوانات. ده قطن ده يا استاذ صبري، ده بقى حاجه. بص انا عايز اشوف ده عليه الصلاه والسلام. ده 8 قطعة. انا بحب اللحاف القطن، عمره ما هيحرق يعني، ولما تضغطي بيه في الشتاء بيدفي جدا. ده 8 قطعة. وجه هيبقى اللون ده اللي هو ده. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. والوكي الثاني الرسمه دي هنوريها لك دلوقتي. تمام، يعني كانك واخده اربعه لحاف اطفال مش اتنين بس. ماشي، هنشوف يا استاذ صبري. الله، انا عايزه امسكه كده. ونعم، صليتي بينا على النبي ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. اللي هو تقفيل بي ام. ده مين ومعاه طقم ملايه. وانا لسه هشوف. يا سلام على الدلع. ده مين؟ ده طقم السرير بتاعه. لان ده 8 قطع، يعني 2 ملايه و2 مخده و2 خدادية و2 لحاف. تمام، صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا احنا اخترنا برضو اللون من اختياراتنا، لكن انت عند حضرتك الالوان موجوده كتير. تمام، يعني احنا قلنا الصوره بتاعته اهي، ده وجه وده وجه تاني. ما شاء الله، صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. برضو عندنا اشكال ثانيه كتير، يعني احنا ده عرضناه دلوقتي هتلاقي منه اشكال ثانيه. تمام يا استاذ صبري، صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ده قلنا 5 قطع، معلش نسيت. 8 قطع. 8 قطع. 2 طيب. لحاف، 2 خدية، 2 كيس مخده، ومعاكي كمان 2 ملايه، ومعانا الطقم، معانا كمان اللحاف بتاع الاوضه الكبيره. العرض ده بكام يا استاذ صبري؟ صلي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. العرض ده ب 3000 جنيه. عمري ما شفت حد بيقول سعر بيبقى سعيد السعاده دي. لا بيبقى سعيد السعاده لان انا عامل حاجه حلوه. ايوه انا عارفه. كفايه الدعاء اللي بيوصلني من المتابعين، فبيبقى يخليني دايما بالله العلي العظيم، بيخليني دايما يعني زي ما بقوله كده اجيب حاجات اجمل براندات باقل اسعار. انت دايما بتعمل كده فعلا عليه الصلاه والسلام، انت فعلا بتعمل كده، بتجيب لنا شغل حلو قوي وفعلا بيبقى سعره حلو يا استاذ صبري. ربنا يبارك لك يا رب. دعوه حلوه للاستاذ صبري، لان هو فعلا تعبان النهارده في الفيديو، جايب لنا تشكيله حلوه قوي وعامل لنا عليها احلى عرض كمان عليه الصلاه والسلام. يلا عشان هنختم بقى اهو الحلويات بقى. يلا يا باشا، والشغل القمر. بسم الله ما شاء الله، انا بحب الموديلات دي قوي قوي. عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. البطانيه دي ما تعتبرش اطفال، البطانيه دي مقاس محير،
يعني تقدري تستخدمها، انسان كبير يقدر يستخدمها. تمام. لان مقاسها مترين في مترين واربعين. ما شاء الله. تاني خطيرة. تاني حاجة بص حضرتك. واخدة تدريج اللون. الله. لا. نسبة الاكليريك بالظهر. ووش حفر ووش سادة. انت عايزة تفرشيها كده هتفرشي، عايزة تفرشي كده هتفرشي. استاذ صبري الوانها ايه؟ كل الالوان ممكن الكشمير. صليتي بينا على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. الجري اللي هو الرصاصي بتاعها الكافيه. احيانا كان بينزل منها درجة من درجات التركواز. تمام. صليتي بينا على النبي. عليه الصلاة والسلام. تعالى. ما شاء الله. يا دي ما تعتبرش اطفال. حلوه قوي. مش قادر. لا والله جميله. لا والله جميله ما شاء الله. ده اتنين في الباكت صح كده؟ دي الاتنين مع بعض في شنطه واحده. تمام. دي كده الاطفال. نخش على الكبير. يلا. نخش على الكبير. ما تقوليش شيلي. لا مش هتشيلي. الكبيره دي بتبقى وزن برضو يعني. لا انت مش هتشيلي. تمام. ده مين ده بقى؟ بيبي التركي. البطانيه اللي بحبها برضو. اول مره طبعا البطانيه البيبي تخش ايه؟ في العروض معانا. انا مش هتكلف. منت؟ انا مش هتكلف. انا مش حسيت ان في حالة صمت جات كده. بص يا جماعة. شوفوا الجمال. والله تحس انه الشاشة كده بتنور. ما شاء الله. عشان انت بس بتحب درجات البنت. طب والله خطير. انا عايز اقول لكم كمان في التصوير على الطبيعة احلى بكتير عن التصوير. والله بجد الالوان اهدى يعني. بصي عامل ازاي. الالوان اهدى بكتير على الطبيعه. بصوا جميله. جميله 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 جميله. انا بحب البطانيه دي قوي على فكره. لسه ما جبتش النوعيه دي بس بحبها خطيره. مقاس على الصلاه والسلام. مقاس وموديلات كمان وخامه بالظبط كده. تحفه ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا استاذ صبري. الله يبارك. طيب احنا كده حاطين ملاي اسمها ايه بطانيه للاوضه الكبيره. ايوه وبطانيه كبيره والبطانيه الثانيه اهي. بطانيتين الاوضه الكبيره مش واحده. تمام. تمام. ده تصميم اسباني. تصميم اسباني 240 في 220. يبقى معانا التركي. معانا التركي اللي هي البيبي. تمام. صليتي بينا على النبي. دي تركي. تركي على الصلاه والسلام. ان شاء الله. ودي تصميم اسباني. تصميم اسباني نانا سكر. نانا سكر. عايز اقول لك بقى عندك اشكال كتير جدا. انت مش مقيده بالشكل ده وبس. حتى التركي عندك الوان تانية واشكال تانية. في عليها فراشات، في عليها قفص عصافير، هتلاقوا اشكال حلوه. مش احنا قلنا الكلام ده؟ قلنا. وانا بتراهن ان هم هيطلبوا نفس الالوان. هي بصراحه خطيره. ان جبت الحق يعني. لا والله. والاوف وايت بتاعتها قمر برضو. لا هو عرض البطاطين كله الوان اجمل من بعض بصراحه. بصوا يعني هو مشكل لنا النهارده. وكل مره انا كل مره بقعد اقول مشكل لنا النهارده. بس هو مشكل لنا النهارده بجد. بصوا دي. طب شفت اللون ده بالشياكه دي قبل كده؟ خطير. الالوان منها فيها درجات اللون حلوه قوي ما شاء الله. تمام يا استاذ صبري عليه الصلاه والسلام. دول كده بطانيتين للاوضه الكبيره. واللي يعني دي طبقتين. دي طبقتين. والثانيه مضغوطه فايبر التركي البي بي. تمام. والاطفال الاثنين مع بعض ما شاء الله برضو حاجه عظمه. والوان زي ما احنا قلنا كده من اللي قلبكم يحبها. والله يا استاذه شايفه من حناكي من حاجه. تعالي. الاطفال الوانها الجراي والكافي. واحنا شفنا اللافندر. وفي الوان ثانيه موجوده ورا. طيب بصوا بقى يا جماعه كلها هنا الوانها اهي. اشكال في الكبير البطاطين كلها الوان كلها. اللي هو فاتحها حالا انا سكر حالا دي كل الوانها. تمام. تختاري منها اللون اللي يعجبك. مش شرط التركي في جوه اهو. تركي الاوف وايت فوق اهي. تختاري اللي انت عايزاه. انا مش مقيده بالالوان الاستاذ صبري. ودي بقى بقيه البطاطين. لو تحبوا بطاطين ساده هتلاقوا بطاطين ساده يعني بالوان كتير جدا عند استاذ صبري. لو عايزين حاجه فيها شغل زي كده برده فيه. بصي ذوقك هتلاقيه استاذ صبري. عايزين نعرف سعر عرض البطاطين اللي احنا بهدلنا بيه الدنيا ده. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. 3800 جنيه. 3800 جنيه. ده اتنين الاوضه الكبيره وواحده للاوضه الصغيره فيها اتنين. برافو عليك. حلو قوي. البطاطين الاطفال شبابي مش المشجره. ايوه. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. اي عرض من اللي انا حاطه النهارده بالله ما يتفوت. اكيد. انا اللي اتفرج على الفيديو ما يستناش. حضرتك مجمع لنا العرض كله على بعضه؟ طبعا. تمام. بس لسه ده مش انا اللي مجمعه. بزمان وهم ورا مني على طول بيكتبوا بيجمعوا. ده بيبقوا كاتبين في الكراسه. طب حلو قوي. ومذاكرين. ايوه انا احب كده. وانا احب كده يعني. دي حاجه بتبسطني لان ايه بيقعدوا يتابعوا معايا للاخر ويكتبوا ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. لدرجه انا ما بحبش اللي تقول لي انا رحت عشان انت صورتي هناك. روحي يا قلبي عشان انت صورتي هناك. بس انا عايزاكي برضو تبقي رايحه فاهمه. انا احب قوي الزبون اللي يبقى فاهم. يجي وهو ماسك الورقه والقلم ويبقى عارف هياخد ايه ويبقى عارف الالوان والعدد اللي هو عايزه ويبقى محدد. ما يجيش ويتروش من جمال الشغل. انا عايزه ده وعايزه ده. لا اكتبي. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دايما كنت قاصد من البدايه اللي هو ايه. العروسه مامت العروسه باباها قاعدين في البيت. القطع عدوها. الكميه حددوها. الفلوس عرفوها بالظبط كده. ما تجيش هنا تفاجئ ان انت مثلا الفلوس ما كفتش. ما تجيش تفاجئ ان انت مثلا
كان نفسك تاخدي حاجه وما خدتيش. ايوه ايوه انا امشي من بيتي وانا فاهمه احسن. يعني الناس اللي هم بيعوزوا شحن دايما الاوردر بيجي لي على تليفوني مثلا بديل مي بديل امنيه بديل سماح بديل. انا مفتقده امنيه النهارده. يلا اجازه يا اجازه تمام. هم اللي بيتواصلوا مع العميل بيصوروا لك المنتج بتاعك. يعني انت حضرتك لو طالبه البطانيه دي مثلا وما فيش نفس اللون بيبداوا هم يقدموا لك نفس المنتج بالخامه بس بيعرضوا لك الالوان. الالوان زي ما احنا شفنا دلوقتي كده يا مي تمام بس بيفتحوا ويوروكي. تمام يا استاذ صبري. طب احنا كده معانا الدفايات كمان. معانا الدفايات عشان نختم بقى العرض بتاعنا. مش بص حط لنا صلى على رسول الله ما شاء الله دول كتير. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دي كده الدفايات اللي هي الحفر الساده الاوضه الكبيره. ولو تلاحظي معظم الشغل النهارده انا قاصد ان انا احطه ساده. يعني معظم الشغل قاصد ان انا احطه ساده. تمام صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دول كده دفايتين للسرير الكبير. دفايتين للسرير الكبير ايا كانت بقى الالوان. يعني الوان حضرتك موجوده هناك اهي. ما شاء الله شايفين يا جماعه. تمام. يبقى كده في دفايتين للسرير الكبير. اما بالنسبه للاطفال في اتنين اطفال بس هم ما يعتبروش اطفال. يعني دول ما يعتبروش اطفال. يعني بص حضرتك هي كبيره بس على رسومات اطفال. تمام مقاسها كبير بالظبط. يعني بس هي اشكال اطفال زي الناس اللي زي كده بتحب. ولو انت حباهم برضو تجيبيهم ساده. يعني اشكال الاوضه الكبيره براحتك خالص. تمام يا استاذ صبري. يعني احنا معانا اتنين الاوضه الكبيره واتنين الاوضه الصغيره. استاذ صبري هيوريكم المقاس عشان انت معاكي الاشكال براحتك. هتختاري اشكال اطفال او هتختاري الساده كمان. حلو قوي يا استاذ صبري. تمام. لا بص خامتها كمان حفر. لو مسكت خامتها تلاقي تقيله ما شاء الله. تمام. جميله جميله يا استاذ صبري. يعني انت تقدري دلوقتي لو في تكييف او حاجه تقدري تستخدميها. تمام. او الجو بيبرد من حضرتك بالليل ولا حاجه تقدري تستخدميها غطا. تمام. يبقى كده معانا دفايتين للاطفال ومعانا دفايتين للسرير الكبير. تمام. برده هنا كمان تقيله. بصوا جمال ما شاء الله موجوده. تقدري تاخدي اللون والرسمه اللي تعجب. تمام بسم الله ما شاء الله. تمام حلو قوي. الدفايات بقى بكام؟ كام يا استاذ؟ عشان يبقى ختامها مسك. يلا 900 جنيه اربع دفايات ب 900. حلو قوي 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 قوي. خلينا افكر الناس ان احنا العرض كله شحنه مجانا. العرض كله كامل شحنه مجانا. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. معاكي اي مبلغ هتقدري تستفادي النهارده من العرض اللي احنا قدمناه. اكيد. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. العرض كله بقى ايه؟ العرض كله جميل. ما انا عارفه طبعا. لله عليه الصلاه والسلام. كل الناس تصلي على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. ودعوتين حلوين. الله يفتح على بابك. 25600 جنيه وشحنه مجاني. كل اللي احنا قلناه ده. العرض ده المفروض 38 وكسور او 39. انت قلت في عليه خصم 35%. ومعدي كمان الرقم اللي انا قلته. ما شاء الله. يا جماعه عاملين خصم 35% 25600 جنيه. تمام. تمام حلو قوي. جنيه. الله يبارك لك يا استاذ صبري. عشان العرض ده والسعر الحلو ده والحاجات اللي موجوده في العرض الحلويات الجميله قوي دي بالسعر ده عايزين دعوه حلوه للاستاذ صبري. ربنا يبارك لك يا استاذ صبري. ربنا يبارك لكل عروسه تستفاد واللي اتفرج على الفيديو يشيره عشان تستفاد وتخلي غيرك يستفاد. تمام. برضو هنرجع ونقول ان احنا عندنا شحن مجانا وقسمنا العرض الاجزاء عشان كل ست بيت تقدر تجيب حاجه لبنتها وتشيلها في جهازها. وكل العروض اللي بتنزل هنا بتنزل على القناتين قلعه المحله وشيماء الجوهري. وهما بيصوروا اوقات عروض وانا مش موجوده من ورايا مش مشكله. لسامح كريم. لسامح كريم بالظبط. بس انا ما اتبسطش يا استاذ صبري لما بشوفكم بجد. احنا دلوقتي هنعمل فيديو تاني علشان نعرف الناس كل الشغل اللي موجود بالاسعار ان في ناس بيبقوا بيتفرجوا على العرض وبرده عايزين يعرفوا سعر الفرداني. فاحنا دلوقتي هنعمل فيديو تاني عشان اوريكم كل الاسعار ونفرجكم بقى على الشغل اللي موجود. هتعبك معايا شويه. على راسي من فوق. تسلم يا استاذ صبري. شكرا. بص حضرتك صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا انا كنت مبسوط في وجود حضرتك موجوده معايا النهارده ومنوراني. تسلم. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. موجوده برده. مية على راسي. يعني مية كمان. احنا قلنا بنبومة المكان بقى. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اتمنى اي عروسه تتفرج على الفيديو وتشوفه تلحق قبل نفاذ الكميه. صليتي بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. زي ما قلت المكان كله في الفتره الحاليه مش شرط جهاز العروسه. المكان كله في الفتره الحاليه على عروض. ان شاء الله ان شاء الله لو انت حضرتك عايزه تيجي وتشرفيني في المكان قبل ما هتيجي بيوم هترن عليا بسجل رقم حضرتك معايا وتاني يوم بتواصل مع حضرتك من اوصلك المكان عشان ما تتوهيش ومنك عشان السماسره اللي موجودين في البلد. صليتي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. نورتونا وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا استاذ صبري. تسلم تعبتك معايا بجد وشكرا بجد. الفيديو كان مميز وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.